بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يحدثنا الكتاب المقدس على فم النبي الإنجيلي النبي أشعياء في الإصحاح 60 آية 22 ويقول: الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أنا الرب في وقته أسرع به. الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية. الحقيقة أحباء أنه هذا الإصحاح بالخصوص إصحاح 60 هو إصحاح كتبه أشعياء النبي الإنجيلي بروح النبوة عن الكنيسة. يقول في بداية الإصحاح في الآية الأولى، يقول استيقظي واستنيري، يعني بيكلم كنيسة المسيح ويقول لها قومي، خلاص انت جه وقت زمان عملك، وده في نبوة عن بداية العهد الجديد وبداية كنيسة العهد الجديد. ويتكلم يا أحباء عن الكنيسة اللي صارت فيما بعد كنيسة الشهداء، يتكلم عن الكنيسة اللي كانت كنيسة الضعفاء، يتكلم عن الكنيسة اللي كانت كنيسة المصدرة بيهم والمضطهدين والمتضعين في كل وقت، ويقول لهم كده في يقين أن الصغير فيهم يصير ألفا والحقير أمة قوية. السيد المسيح له المجد وصانا وطمنا وقال لنا لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. الصغير يا أحباء في مفاهيم العالم يفضل طول عمره صغير، الصغير يعني قليل، الصغير يعني ولا حاجة، يعني صفر. لكن بالمسيح يا أحباء الصغير يصير الكل. الصغير اللي يشوفه العالم صغير ويهزأ بيه، الكنيسة أحباء تنظر ليه نظرة مختلفة، لأنه يبهر العالم بعمل المسيح فيه اللي قال تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، كأنه عايز يقول أيها الصغير أنت ألف. والحقيقة يا أحباء أنه هذا الأمر اتحقق على مر العصور في أوقات كتيرة. في يوم من الأيام كان داود النبي واقف وسامع تعيير جلياط، وكان جلياط راجل ضخم جدا وداود صغير، وجلياط واقف بسيف ورمح وترس، وداود معهوش حاجة، مش قادر حتى يشيل آلات الحرب. لما لبسوه آلات الحرب ما قدرش يتحرك، فقال لهم لا أنا معرفش الحاجات دي، أمال أنت تعمل إيه؟ راح واقف كده قدام جلياط وقال له أيوة أنا صغير، لكن أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأما أنا الصغير فآتي إليك بقوة رب الجنود. والله يا أحباء يعمل في الصغير داود حتى يستطيع أن يقضي على جلياط. أيضا يا أحباء الكنيسة الضعيفة يبقى قايم المهرطقين بكل قوتهم وآلتهم الجبارة ويجيشوا حواليهم الإمبراطور، لكن يروح أثناسيوس البسيط في وسط المجمع ويقف ويقولوا له يا أثناسيوس العالم كله ضدك، ولكن أثناسيوس يقول الجملة الجميلة بتاعته اللي كلها رجاء ويقول وأنا ضد العالم. أيوة المسيحي الصغير ضد العالم، لأنه واخد القوة من المسيح، والمسيح اللي يقويه يخلي هذا الضعف يكمل بالقوة. أبانوب الطفل الصغير، الطفل اللي كان عيل صغير عنده 12 سنة، لكن يقف قدام ولاه ويقف قدام ملوك ويقف ويتكلم بكل مجاهرة عن الإيمان المسيحي، ويتنقل من مكان لمكان لمكان، ولكن هذا الضعيف يصير ألفا والحقير أمة قوية. الحقيقة احنا شفنا المشهد العجيب دوت في شخصية زي شخصية بطرس الرسول. بطرس الرسول يا أحباء ساعة محاكمة السيد المسيح كان صغير قوي، يهرب من جارية ينكر المسيح، ولكن بعد ما الكنيسة تستنير وتقوم الصغير فيها يصير ألفا، يقف معلمنا بطرس الرسول في يوم 50 وبعد ما حل الروح القدس على التلاميذ وابتدت الكنيسة، ويصير الواحد مش بألف بقى، ب3000. فبطرس في هذا اليوم يخاطب الجموع اللي ما محتشدة للعيد، وفي هذا اليوم فقط يغير ويعم 3000 نفس. إزاي؟ أصله الله في الوسط. إزاي؟ أصله الله يقول أعطيكم فما وحكمة لا يقدر معانديكم أن يقاوموها.
أصله يقول تكملة الآية الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، يكمل ويقول أنا الرب في وقته أسرع به. أنا الرب، كلمة أنا الرب ده وعد، وكلمة أنا الرب دي فيها ثقة، وكلمة أنا الرب دي فيها إعلان واستعلان حضور الله في الوسط. والكتاب يقول عن حضور الله في الوسط إن اجتمع اثنين أو ثلاثة هناك أكون في الوسط، إن اجتمعوا باسمي. وأيضا يا أحباء يقول عن التلاميذ اللي كانوا قاعدين في العلية مرعوبين وقلقانين ومخضوضين لأول ما ظهر المسيح في وسطهم، يقول الكتاب ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. حضور الرب يا أحباء هو اللي يخلي الصغير بألف، هو اللي يخلي الحقير أمة قوية. الله يا أحباء هو خالق الزمن، وهو اللي عارف اللي بيحصل على مر الأوقات، وهو اللي حافظ الإنسان في كل الأوقات، هو اللي شايف الصغير وشايف إمتى هو هيتدخل. علشان كده يقول أنا الرب في وقته أسرع به. البشرية كانت في الموت وكانت في الخطية وكانت في الضعف، لكن الله كان بيرتب الخلاص، كان بيرتب الخلاص. علشان كده جه في ملء الزمان، وزي ما جه في ملء الزمان لخلاص البشرية، كل واحد فينا يا أحباء عنده ملء زمان الله يأتي لكي يقرع على بابه، عنده ملء زمان لكي يصبح الصغير قويا والحقير أمة قوية. الله يا أحباء يفتح في البحر طريق، يتحنن على الصغير الضعيف اللي الشعب البسيط اللي في أرض العبودية في أرض مصر، ولكن يجي في الوقت المحدد علشان خاطر يرسل مخلص ويفتح في القفر طريق. الله يا أحباء يقول أنا الرب في وقته أسرع به. هذا رجاء لكل صغير أنه سيصير ألفا، هذا رجاء لكل حقير أن الله سيباركه كأمة قوية. لربنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.